بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شركنا جرايد مانتيتو وحوك سابسين يهي عمد بسع ذا أفريتون كي بشان وحام غالد عدادي يمد رئيس الوزارة عمر عبد الرشيد على شرماكة كاسو دولدة كلمدو كالها اللي دقالدي كسعدي مغالدة قال كايو معلمي اللي صور عافي رئيس الوزارة يدولد فدرال كاو وهذا الدير كبعدي وحي مدحوينا يو مامل كا دولد قلمدو كلها كلها اللين سيدي لوغة بوچين لها ودقال داس وحلوغة قبان لها وحال اسلام مالدقي إن محاية تلابوين دورة لقاضو ويكمديهن إن لمغا عابو قدي قدي قاس أوكا كوبنانا يسدح وسير ولابد دناعة دناعة سدحة يدناعة كلاو سدحة وزير هذا السنة أي سوقي ماذا مغالد قال كعيو كدبنا أي كوضا هلان سيدي لوچو چين لها حالة دقال كسعوتا مغالد قال كعيو انتا دود دولد قلمد قوي سوا مغا عودي سدح دي وزير سدح دان وزير أو هدا آنو كفردنا هلكا أي على سوا مغا عابي دولد بنت لأنه وحي سوا مغا عودي سدح وزير أو كلاتو وحانو سمين حرير وانو وضع هذا الني وضع هذا الكووري وانو يالني رنهانتي موقفية دي آنو كا هذا الني وحي لهايين ديفرنسي وويك لدونايين هدان أنو كانغي كالو موقفك آنو تاغنين وانو آنو كالين وحي هايد سي لوبد بادي ومدى سوماليات أما كبرك عيسى أما كل من عيسى أما بكل دعوة أما يصدق على ذن إن أنو مركه هراء وهذا لنا كوهذا هذا لنا سيد ماركتا حبة شوتشين لاس من لها كبعدين ماركت عيد ماذا الله سو كلا رر لها كبعدين ددت كي بركة عيل وسوع لنا لها مقالة خذ بلاس أساسيها وهيد إن ماركتا أن مرنا بماركتي أن السجن أيضاً موقف متك كدوان أي قاتن رنهانتي نوحي يرادين أنا وحان ربنا إن برنامج كان أنا لابا معمولهان كو قلن لكن أضيال دقميد وريقال كعياء قلان أنا كدولين إن أضيال كدقن كو عيدا مدى أمرسين كرين وميش كرري كرين إيو محوهايتو إني إسكوبة ديان مركياء بلابتي oo haddana muxuu ahaa isku daygaasi uu miro dhali waayay iyo barnaamijkan hadda socda oo ah mid muxuu ahaa aan ku koobnayn dawladda federaalka iyo labada maamul goboleed ee ah barnaamij ay wax ogaal ka yihiin dhamaan guud ahaan beesha caalamka iyo maaragtay urur goboleedka eeged iyo muxuu ahaa مزولين تا كلاتو أو سوماليا عملها والقلا عملها والقلا با. إن أرنتاس أيضا رانتي إلى هذا نمسور الجلين إن عن اسموقف كي استعجنو أن جا يبنتلان مسور الجلين. وحان مركا إن ربنا إن عن أن جا موقف كنا جا ستة سبعة دينو أن جا على هذا وحان وقلنا ميت دولة الجل مدق نقص عمرتي ملحينو نقول نقدم بيا يدولة دوا إن عن قال خير نبعنا. بنتلان كل هذا لنا سدي حبض لوجو تشين لها إذا ماذا لو كل غير لها محاها تدك شعب كا بركعين لوسو عين لها مركا دبدينا مدرش الشركة كذا إذا أنت مجال هذا مقدشة لو جو سمين لها وهذا هذا لمايسترن ومحاها تأي استيت كورن كسوق يبقران استيت كورن أي كجيران يباش عالم كوا أي ذي بان الله هدا كتاعنا هاي إذا ماذا ندو الله هذا لنا محو هايتو ان دغودي يا دغنكي يا مغالدي والا هادلني ان وي وديارسين كلمدو نبد وي وديارسنته حساته وحان ولي اسكو موقف نقن لا انهي ان دنيي كله اي ارنتو اي نغلا دحايسي ماركا ان وحان ربنا انانو
inaanu intaas gaarsiino dunida inaan intaas gaarsiino maaragtay dowladaha nagala shaqeynaya arrintan oo dhan ayaan rabnaa inaan intaas gaarsiino si loo helo muxuu ahaayeeto ujeeddo waxaan fahmi weynay sababta saddexda wasiir loo soo magacaabay haddii aanay u hadli karin dowladooda waa ka jawaab weyn annaga su-aashaas saddexda wasiirna way diideen inay kala hadlaan ama iskumaana waafaqan inaan ka wada hadalno arrintaas aada iyo aada baa u mahadsantihiin wixii su-aala oo aad qabtaan waa ka jawaabaynaa soo dhawaada waxa weeyaan waxaa suurogelila in laba maamul ahaan loo wada hadlo oo ciidamada la kala qaado oo muxuu ahaayete dadkii barakacayna la soo celiyo dabcan ayagaa diidan maamulka puntland inaynu ku wada hadalno laba maamul oo muxuu ahaayete xabadana la joojiyo ciidamadana la kala qaado ma ogola iskumaana waafaqan arrintaas wasaaradda arrimaha dibadda etoobiya waxay sheegtay in heshiis qarsoodi ay gaareen labada maamul ee galmudug iyo puntland arrintaas ka galmudug ahaan maxaad kala socotaa annaga waxaa noo yimid prime ministerka dowladda federaalka cumar cabdirashiid dabcan markuu noo imaanayay wuxuu matelayay dhammaan institutionska soomaaliya ka jira ama la shaqeeya oo dhan wuu mateli karay wuuna matelayay laakiin wada hadalka aan galnay annaga waxaan la galnay prime ministerka aan la galnay isagaan ka aqbalnay in aanu guddigaana magacaabno kabacdina aanu maaragtay annaga iyo puntland wada hadalno wuxuuna nagu wargeliyey madaxweynaha dowlad goboleedka puntland cabdiweli maxamed caligaas inay isku afgarteen inuu sidaas aqbalo laakiin wasiiradiisu sidaas uma dhaqmin laakiin wasiirka arrima deegaanka oo hadle waxuu sheegay in wasiirada hadda lasoo diray aan gobolka midug aysan kasoo jeedin isla markaana ay la hadlayaan dadka gobolka midug kasoo jeeda warkaas maxaan kaga jawaabaysaa waa mahadsantihiin annaga gobolka mudug iyo gobolka galgaduud ayay ka tirsan yihiin dowladda galmudug run ahaantii dowladdanadu waa isku wada af gobol gobolna uma hadasho waxay kala hadlayaan kuwa ceeldheer iyo kasoo jeeda iyo galhareeri inay kala hadlaan iyo kala hadlayan haddii annaga nagala hadlayaan macnaha ma jirto xuduud ma laha kala qaybiso oo reebel iyo reebel galmudug hal galmudug weeye gobol gobol iyo tuulo tuulana ma kala aha ugu dambeyntii marka dhibaatada ugu daran waxay ka dhalatay arrintii maxjarka meesha laga dhisiyey haddana meel gabagaba ayuu marayaa dad badan oo shacab oo labada dhinac oo reer galmudug ah dhibaatooyin kala duwan ay miiga gobolku haysta oo xilligan abaaro ka jira arrimahaas marka siday isku qaadan karaan wallaahi problemka annaga ma wadna meeshan ka socda oo ma nihin annaga dadka dagaalka horseedaya ma nihin galmudug waxay diyaar u tahay inay nabad qaadato inay puntland la heshiiso si walaaltinimo oo darislimaha kula dhaqanto laakiin puntland ayadaan ogolayn arrintaas ayadaa hortaagan ayadaa dadka dhahays kan waa ree hebel iyo kan waa ree hebel waxaasna annagu waaba ka gudubnay oo inaanu heer qabiil iyo maaragtay heer degaan ka hadalno marka annaga meeshan waxaan u joognaa nabad iyo inaan dadka maaragtay arrimahooda dhammaystirno aad